ضجة. أيها الأمير، أيها الأمير، إنها غوغاء أهل الكوفة الذين هبوا لاستقبال الحسين، وهو في طريقه الآن إلى قصر الإمارة. أيها الأمير، أغلق بوابة القصر ولا يدخلن الحسين قصر الإمارة بأي وجه. نفذ ما قلته لك. جيدا ماذا أعد للحسين. يبدو أن الحسين ليس قليل الاهتمام بحكم العراق، ذلك واضح جدا. افتحوا البوابة. لمن تفتح البوابة؟ إذا كان الحسين بن علي بينكم متنكرا فليسمع جيدا ماذا أقول له. إن الحكم على العراق كالفرس الشموس الجامح، يصرع فارسه على الصخر ويهشم عظامه شر تهشيم. ولما كل هذه الدهشة؟ أغولا ترون؟ عاش الأمير، أدهشتنا لتدبيركم دخولكم الكوفة بهيئة الحسين. ماذا كان علي أن أفعل؟ لو دخلت الكوفة في أي هيئة غير هيئة الحسين لقطعني أهلها. هكذا تحكم الولاية يا نعمان؟ لماذا الكوفة تهتف باسم الحسين؟ كأن خليفة المسلمين يزيد بن معاوية غير موجود. ما تراه من أفعال الكوفيين ما هو إلا لعب أطفال، ويتفرقون بزعقة واحدة. عجبا، لماذا لم تزعق عليهم؟ لو كنت أعرف الزعيق لما فقدت منصبي. وماذا عن حركة مسلم بن عقيل وجماعته؟ هل في نظرك هي لعبة من لعب الأطفال أيضا؟ ما دام جماعة الإمام الحسين في الكوفة قليلة فلا خطر يأتي منها مطلقا يا سيدي. ومن هو الفيلسوف المجنون الذي قام بابتداع أسلوب الولاية هذا؟ قد أخذنا هذا الأسلوب من الخليفة الراحل معاوية. معاوية قد مات! مات! أجل، ويبدو أن سياسته قد دفنت معه يا سيدي. كنت تعرف نوايا مسلم بن عقيل، ورغم ذلك سمحت له ولجماعته بحرية الحركة، إذا أنت شريك في جرمهم. وأنا دفعت غرامة ذلك منصب الذي أنت تتربع عليه الآن. الخليفة شاب وهو مستغن عن آراء شيوخ مثلي، ومحتاج إلى أعوان مثلك أنت كما ترى وتدرك. أجل. حسنا أيها السياسي العجوز، أين مسلم الآن؟ تناهى إلى سمعي أنه ذهب إلى ضواحي الكوفة لأخذ البيعة بصاحبه. سمعتم؟ أنت كنت حاكم الكوفة وعليك أن تعرف. ولهذا السبب سلمتك قصر الإمارة هذا. أنا كنت أسمع.
الآن كن أنت صاحب الرؤية. حقا؟ أهذا مزاح أم ماذا؟ أبدا، وهذا ما أعتقده. أنت القادر على أخذ الكوفة بقبضتك. دخولك إياها بهيئة الحسين دليل قاطع على ذكائك الخارق. فالكوفة لا تخضع إلا للرجال الأذكياء أمثالك أنت. أنا لا أحب التملق والإطراء، ولا أشك أبدا بوفائك للخليفة، لكن التوتر في الكوفة هو نتيجة سوء الإدارة، ولكي نسيطر على الأوضاع أنا بحاجة إلى معلومات موثقة. فابقى في القصر كمستشار خاص لي. انصرف. أنا لست قادرا على أن أكون مستشارا لك، لأن لساني لا يطاوعني على مناقشتك. ألا تريد أن تساعد في إصلاح ما أفسدت من الأمور في هذه الولاية؟ أنا لا أرفض، بل لا أستطيع. ولماذا لا تستطيع؟ استشارة من لا يفهم ليست إلا إضاعة للوقت يا ابن زياد، وإني أدرك أن الحاكم المعزول أكبر منزلة وقدرا من المستشار المهان. كان بودي أن أصفح عنك يا نعمان. ذنبك ليس سوء الإدارة وحسب، بل جرمك أنك شريك في المؤامرة، مسلم قد نزل ضيفا على صهرك، وأنت غضضت البصر عن تآمر المختار هذا وجماعته، وكل ذلك بسبب هذه المصاهرة بينكما. هل تحركت؟ لا، بل تركتهم أحرارا طلقاء. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب الذي صار مصداق المثال لهذه المقولة ألا ينبغي للقرابة أن تكون مخلة في أداء أي واجب. وأنا عندما سمعت أن ابن عقيل نزل بيت المختار أمرت بإحضاره إلي على الفور، وألقيت عليه الحجة. فإذا كنت مصرا يا ابن زياد على أن تجعلني خائنا عند الخليفة، فالأفضل أن تبحث عن حجة يتقبلها الخليفة، وذلك لكي لا تضع نفسك في موقف لا تحسد عليه وتصبح أضحوكة عند الجميع. لا تتناسب مع قدرك ومكانتك، إذ لا حجة لديك ضدي. إلى أين يا نعمان؟ لم ننتهي من الحديث بعد. أنت عازم على أن توجه لي تهمة ثم تحاكمني. لا بأس إذن، فلتعقد محكمة وكلفوا شريحا القاضي، وسأرد على اتهامكم بعون الله. لا حاجة إلى المحكمة وإلى القاضي شريح، أنا أعاقب الخونة بفتواي فقط. ابن حريث. نعم أيها الأمير. ما دام حاكم الأمس ومتهم اليوم لم يتعقل بعد، فهو سجين لدينا، سيبقى رهينة حتى نلقي القبض على صهره المختار. عذرا منك سيدي، إطاعة الأعلى تكليف واجب. هل تذكر ذلك؟ أنت الذي علمتنا هذا الدرس. أنا مأمور يا حضرة النعمان بأمر الأمير. أنت سجين عندي. أعلم أن الأمر إليكم. لا تتوهموا أن تصطادوا المختار باحتجازي عندكم، لأن المختار لا يقيم لي وزنا، وأعلم أنني لا أساوي عنده فلسا واحدا، وهو الذي سبب عزلي من الولاية، فكيف يقوم بتسليم نفسه من أجلي أنا؟ هيهات. ها، أليس من المؤسف أنك ضيعت ابنتك عند هذا الخائن؟ من دون شك ولا ريب يا ابن زياد بأن كل نفس بما كسبت رهينة. مؤلم لرجل مثلي في هذا العمر أن يكتشف أن الطريق الذي قطعه كان خطأ ولا مجال للرجوع أو تعويض ما فات منه. عندما قبلت بزواج ابنتي من المختار كنت أظن أنني أستطيع أن أجعل من عدو لدود لي صديقا، لكنني لم أفلح في ذلك، إنما ضيعت ابنتي.
وجدتها مع المختار ضدي، وما ألاقيه اليوم من أسى وآلام ليس لمجرد خطأ قمت بارتكابه، ولقد كان ثمرة معتقدات الخاطئة. سوف أتقبل ما تحكم به، أنت صاحب الأمر فافعل ما تشاء. وها أنا الآن مستعد للقيود والأغلال يا ابن حريث. لا يا ابن حريث، لا، غيرنا رأينا. لكي نصطاد المختار نحتاج إلى رهينة أكبر. أنت حر يا نعمان، ولكن لا تذهب بعيدا، قد نحتاج إليك، فأنت أدرى بأسرار أهل الكوفة، لهذا عليك أن تبقى تحت أنظارنا. النعمان رجل سليم وطيب القلب، وهو جدير بعفوك سيدي. أنت قائد الشرطة في الكوفة؟ كنت سيدي، وسأبقى جنديا في إمرتكم. النعمان هو الذي منحك المنصب؟ نعم سيدي. إذن لماذا يا رجل عندما قلت لك قيده لم ترتعش يداك؟ وكان من المروءة والوفاء لمن عينك ألا تمتثل. من مبادئ مهنتنا إطاعة الأعلى، تكليف واجب، ولكن النعمان لم يعد أميرا على الكوفة الآن. لا تكذب وكن صادقا، الحقيقة هي أنك كنت تخاف على منصبك، هذا كل ما يهمك. صحيح، لا أنكر أن شيئا من ذلك قد راودني يا سيدي. أحسنت، قبلنا منك، ولكن ما دمت معنا سأخبرك بعدة نصائح يجب على الحاكم اتباعها إذا أراد أن يحكم. احذر رقة القلب، فهذه الألفاظ لا تخدعنا. إن أخطر آفة على الحكم هي رقة القلب. رأيت عاقبة النعمان؟ النعمان هذا حاول أن يستعمل حنكته مع الناس، إلا أنه فشل فشلا ذريعا وعمت الفوضى. الحاكم الذكي المحنك يعامل الناس بكبت عواطفه، مثلك أنت تماما. لقد واجهت الموقف الصعب، قتلت عاطفتك فنجحت في الامتحان. أحسنت صنعا يا ابن حريث، أهنئك على ذلك. بإمكانك أن تمارس مهامك منذ الآن. أول مهمة أريدها منك أن تدعو جميع رجال الكوفة من ذوي النفوذ إلى القصر، وركز على المعارضين لنا. سمعا وطاعة. لا تنسى عمر بن سعد. سمعت من المنجمين يقولون إن النحس الأصغر تغير إلى النحس الأكبر، وهذا يعني تنبؤ النبي. إذا ظهرت البدع في أمتي، وهذه البدعة قد ظهرت بشكل رهيب، أنا في حيرة من فتنة الحسين بن علي، وخاصة في هذا الزمان، زمان هذا الخليفة فحل الشعراء والأدباء وحلية دين المصطفى.
أعلموني، أعلموني إن كنت لا أعلم كي لا أموت جاهلا. حرمة الحسين واجبة لأنه سبط الرسول، لكنني سوف أسألكم، أفيدوني يرحمكم الله، هل هذه القرابة من رسول الله تجيز له أن يرفض بيعة الخليفة؟ أبو لهب أيضا كان عم الرسول، وابن نوح كان ابن نبي، لكنهما في كتاب الله مغضوب عليهما. حكم الحسين على العراق يعني استمرار حكم أبيه علي بن أبي طالب. وأنا الآن أسأل شيوخ الكوفة، أخبروني بصراحة ماذا خلف حكم علي غير الانشقاق والتفرقة في أمة رسول الله؟ الكوفة لا تزال تنزف من الجراح التي أصابتها في عهد علي، ولا تزال أثار الحروب وقتال الإخوة في عهد علي باقية. أهل البدعة من أهل الكوفة ماذا فعلوا بالخليفة الشاب الحزين على فقد والده؟ لم يمهلوه لينتهي من عزاء والده تلك المصيبة العظمى التي حلت بجنابه. أهكذا تراعى الحرمات؟ أهكذا تجازون الخليفة الذي خدمكم من كل قلبه، معاوية بن أبي سفيان بهتافكم؟ يا سيدي صبت النبي، أهلا وسهلا. أف لكم يا قوم لهذا الجحود، أف لهذا الغدر والخذلان والخداع، أف لهذه الخيانة والنكران للجميل. إنني ممهلكم قليلا حتى تعودوا إلى رشدكم فتتوبوا. أقسم بالله إن تمرد أهل الكوفة قد أغضب الخليفة يزيد بن معاوية غضبا جعله يأمر بالهجوم على الكوفة بالمنجنيق وكرات النار الزيتية. لكنني كتبت له ورجوته، كتبت وقلت له يا أمير المؤمنين، الكوفة ليست رومية، الكوفة ليست مدينة كفر وإلحاد وكفار، هي مدينة جيوش الفتح، الكوفة مدينة فاتحي فارس. لكن الخليفة أمير المؤمنين المفدى من باب الحيطة أمر بتجهيز جيش وإرساله، وقد يصل في أي لحظة. لكنني أنا ابن زياد فاتح خراسان، عاهدت الخليفة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية أنني سأستأصل جذور أهل البدعة والفتن كما قضيت عليهم في البصرة، فإن اهتدوا بالموعظة فبها، وإلا ليس أمامهم إلا السياط والسيوف والأغلال وأعواد المشانق. واعلموا أن أرواح الناكثين وأملاكهم وأموالهم وأعراضهم حلال علينا. يا زعماء القوم، آمركم بأن تقوموا بكتابة قائمة بأسماء ناكثي البيعة وأن تقدموها لنا بأسرع وقت. أما إذا صدف وأسرنا أحدا منكم ووجدنا مثلا أن اسمه لم يذكر في القائمة من قبل زعيم قبيلته، سنعتبر أن الزعيم مجرم، وأقسم بالله العظيم إنه سينال عقابا مماثلا لعقاب ناكث البيعة. أيها الجماعة، يا أهل الكوفة، ما الذي دهاكم ثانية؟ ماذا أصاب عقولكم حتى وقفتم مندهشين؟ ما الذي عقد ألسنتكم وأعمى بصيرتكم فوقفتم صما بكما؟ ما بكم أيها القوم؟ لماذا تتصرفون هكذا؟ أمن الحق أن يقوم ويرتجز ابن مرجانة ذاك على منبر بيت الله ولا يعترضه أحدكم؟ وهل منبر رسول الله مكان لأولئك المعربدين؟ لعل الخوف قد دب في قلوبكم فخفتم من المجانيق وجيش الشام العظيم، فبعتم دينكم وإيمانكم فختم على أفواهكم وعلى قلوبكم وأيضا على أسماعكم. أقول إن جيش الشام ليس إلا كذبا وخداعا،
ولو افترضنا أن يزيد قد أرسل جيشا إلى الكوفة، فما الداعي للخوف؟ تعلمون جيدا أن أهل الشام قد خبروا وجربوا ضربات العراقيين وبأسهم، وجربوا أيضا انتصاراتهم المتكررة عليهم. ابن مرجانة يصف الحسين بن علي لا سمح الله بأبي لهب وابن نوح المغضوب عليهما كما ورد في كتاب الله سبحانه القرآن الكريم. سحقا له، ألا يعرف شيئا من سنة رسول الله ومن أحاديثه ومن أخلاقه؟ فيا علماء الدين وقراء القرآن، يا إخوتي ويا رجال الحديث، ألم يقل الرسول الكريم في قوله الشريف إني تارك فيكم الثقلين؟ كتاب الله وعترة أهل بيتي، إنهما كسفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، هذا ما قاله الرسول، فاقتدوا بالنبي يا إخوة المؤمنين بالله. ألا تعرف من هذا يا ابن حريث؟ بلى يا أمير، هو سوقي تمار ويدعى ميثم التمار، وهو من الموالين لعلي. ويل لأمة خليفتها ملاعب. إذن أين هم رؤوس الشيعة؟ هل هم في جحورهم نائمون كي يأتي بائع التمر هذا ليرتجز؟ كنت أتوقع أن أرى هانئا بن عروة أو سليمان بن صورد الخزاعي في الميدان، لا بائع التمر المتسكع هذا. قيدوه بالأغلال وخذوه إلى دار الإمارة. سمع وطاع. أين أنتم يا رجال التفسير والتأويل؟ اشرحوا من هم أهل البدعة ليعرفهم عامة الناس. قولوا لهم، هل الذين بايعوا يزيد هم أهل بدعة، أم الذين رفضوا أن يبايعوه أهل بدعة؟ أنا أيضا أتفق مع ابن مرجانة أنها بدعة قد ظهرت، هي بدعة لاعب قمار قسمه ثمالة الخمر أجل. توقف عن الكلام. البدعة هي ذلك الخمار تارك الصلاة. لا تهدي. البدعة ذلك القاتل الذي لا يعمل حتى على طريقة الشيخين. أقدم ولا تعاند. الخمار تارك الصلاة أجل تارك الصلاة. هل كل الموالين لعلي من هذه القماشة؟ لماذا لم تنفض التراب والقمل عنه قبل أن تسمح له بدخول دار الإمارة؟ منذ متى لم يمس جلدك الماء أيها التمار؟ ألم تغتسل بحياتك؟ أولا عليكم أن تعلموا أيها الجهلة أن التراب هو المطهر بعد الماء. ثانيا أفضل أن يأكل القمر جسمي النحيل هذا خيرا لي من أن يأكله بين جدران القبر الدود والعقارب والأفاعي. ثالثا من صفات أبناء الزنا والحرام أن يحقروا أعداءهم بمثل هذه التهم والأكاذيب، وها أنا بينكم لا أحمل معي لا قبلا ولا ترابا. أيها الحقير، فديتكم يا سيدي، دع هذا العجوز الواقف على حافة القبر، يبدو أنه ملأ بطنه خبزا فامتلأ به جلبابه، فالجدل مع هذا البائس لا يليق بمثلك يا سيدي. سوف أقتله شر قتلة. خذوه وأخرجوا لسانه من حلقومه القذر، ثم اصلبوه على جذع نخلة ليبصق الناس عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، قسما بذات الله إنني كنت على علم بما ستفعله به، لقد سمعت كل شيء من سيدي علي. علي؟ ماذا سمعت من علي يا حقير؟ لقد حدثني سيدي علي عن كيفية موتي. قال لي ميثم، أنت سوف تقتل حتما على يد ابن زانية يقطع لسانك ويعلقك على جذع النخلة التي كنت تقتات منها. علي كذاب كذاب،
سوف أثبت لك أنه كاذب كبير. سأجعل قتلك مغايرا لما تنبأ به علي يا ابن حريث. نعم، خذه إلى غياهب سجن مظلم لتأكل لحمه الحشرات ويموت منسيا. أنت على يقين من صد علي لك يا فاسق، اذهب وافعل ما يحلو لك. أقسم بالله العظيم ما سمعت من علي شيئا غير الحقيقة والحجج الناصرة. يا ابن حريث، ألطمه على فمه وأبعده من أمام ناظري، أبعد. أيها الحراس، أستأذن أيها الأمير، إلى أين يا ابن سعد؟ أنا أستأذن من محضر الأمير، وأطلب أن أتنحى عن المناصب الحكومية لأبحث عن عمل مناسب آخر. وأي شغل مثلا؟ مثلا الزراعة أو التجارة أو الصناعة. ولا تنسى مهنة الراعي، فكما تعلم أن معظم الأنبياء كانوا رعاة قبل بعثتهم. كان راعيا، فربما وعسى تبعث نبيا يا ابن سعد. فأنا في الحقيقة أشك بمقولة ختام الأنبياء، وهؤلاء الناس لا يزالون بحاجة إلى من يرشدهم ويهديهم. ما الذي جعلك تعزم على تغيير المهنة؟ إذا كان هذا الإنسان العامي الأشعث التمار يستطيع أن يوجع قلب أمير قوي وقادر، وهو متربع على مسند حكمه، إذن هذا المسند مهزوز وضعيف، وإن استطاع أن يؤثر عليك فما بالنا نحن الأصغر. يا ابن سعد، هذا العرش لن يهتز حتى بالعواصف الهوجاء ما دام راكبه يتمتع بقلب ذئب وجلد وحيد قرن ومكر ثعلب. ما سبب انهيارك إذن؟ أردت أن أتمرن. تعال. شكرا لكم. لابس الأسمال هذا عاشق للموت، وهو وسيلة لأضع نفسي على محكي تحمل الأذى كي لا أقع أرضا عندما تحين ساعة وقوع الشدة. بدمعة واحدة تستطيع أن تمتلك قلوب الرعية يا ابن سعد. أنت مستعد لحكم الري؟ لحكم الري؟ أجل، لحكم الري. أنا مستعد لأبذل روحي، ولا فرق أن أكون حاكما على الري أو أكون خادما في ركابه. الذي فتح إيران هو أبو عبيد الثقفي، لكن سمعة الفتح صارت من نصيب سعد بن أبي وقاص، وعندما صار سعد قائدا أغمدت سيفي إلى أن اندلعت حرب الجمل. عندئذ كنت في ركاب علي بن أبي طالب، وكنت أيضا مع مالك بن الأشتر النخعي. في الحقيقة إن دين سيد المرسلين اليوم بحاجة إلى سيوف أمثالك، فيزيد كما تعلم عندما يشرب الخمر ويعقرها يرتدي عباءة الرسول ليهزأ به وبصحبه المخلصين.
وماذا تأمن مني ابن آكلة الأكباد يا مختار، التي شقت صدر حمزة وقضمت كبده؟ نحن أبناء القبائل نعتخذ بوراثة الدم كمتالا، فمن بطن آكلة الأكباد يخرج أمثال يزيد ولا يخرج الأبرار. أبناء القبائل أهل نخوة وفتوة ومروءة وشرف، فيا مختار إن كنت تريد الحرب فأنا وقبيلتي مستعدون. جزاك الله كل خير، أنا لا أريد البيعة لي، أنا جئت أطلب البيعة للإمام الحسين. يا حبذا، نحن خدام الحسين، ما كنت أحسب أن الحسين يميل إلى العراقيين بعد ما فعلوه بأبيه وأخيه من جفاء وخذلان. فإذا كان المختار إلى جانب الحسين فإنه لمنتصر. مد يدك يا مختار. أشهد الله إن هذه البيعة لا ينقصها إلا الموت يا مختار. إن الطريق إلى السيطرة على الري ليس معبدا كما تظن يا ابن سعد، فالري كالكوفة أرض فتنة وتمرد. إن أعداء الخليفة الشاب يصولون ويجولون هناك، ينبغي أن يسار إلى الري بجيش لا يقل عن 10,000 فارس من العرب من أشداء العرب. والخليفة طلب رأيي، وأنا عرضت عليه اسمك، وأرجو أن تبيض وجهي عند الخليفة. إن الحكم على الري كان أمنية القديمة، ثق بأنني لن أفوت هذه الفرصة أبدا. إذن فلتبدأ، اجمع الجيش وكامل النفقات بعهدتي، تحدث مع جميع القبائل الموافق منهم والمعارض، واطلب رجالهم ومقاتليهم للجهاد، وإياكم والإفراط والتفريط في صرف المؤن والحوائج. لماذا تفكر يا عمر؟ أفكر بالمختار الثقفي، فهو عدو لدود وله نفوذ كثير في القبائل، وأنا أخشى أن يفشل مخططاتنا. ليته لم يكن، ليت الموت أزاحه عنا. حسنا اقطع رأسه. يعني تريد مني أن أقتله؟ ألا يساوي قتله إمارة الري؟ قتل المختار أمر صعب للغاية. المختار لديه حراس فدائيون وسيقتصرون من قاتله على الفور. تستطيع أن تلقي بتهمة قتله علي؟ هل أنت مصر على قتل المختار؟ ما دام المختار حيا لا نستطيع السيطرة على الكوفة. طبعا أنت تعلم مدى قوته، غير أنك لست مجبرا على أن تقتل المختار بيدك، لديك الجيش الآن. اذهب يا ماذا أنت فاعل. كنت أعلم أن تولي يزيل الحكم سيزيد أمور هذه الديار تعقيدا. إن معاوية كان يعرف كل مهاوي الأمور، عمل على تمهيد العالم الإسلامي عشرات الأعوام ليورثه لآل أمية، والآن قدمه لقمة سائغة ليزيد. ليس أمامنا إلا أن نشد على حلقومه وبذلك يغص بها ولا يبتلعها. بمن ستواجه؟ بمن ستقابل؟ من تقاتل؟ من يحكم من خراسان إلى الحجاز؟ تقاتله بهؤلاء الأفراد الجبناء الذين يحجمون عن القتال ويفرون على الفور يا مختار؟ إذن كأنني أخطأت الطريق، لست أبا الحديد الذي كنت أعرفه جبلا صامدا وكان اليأس لديه عين الكفر. ماذا أفعل يا مختار؟ هل أضرب بقبضتي على السندان؟ اضرب اضرب يا أبا الحديد، فهل خانتك شجاعتك التي رأيناها أيام كنت إلى جانب علي تخوض الغمار؟ كنت تغوص في قلب الأعداء في صفين وتطوي الأعداء طي الكرباس فتشقهم شقا. وماذا أفلح عن كل ذلك الجهاد؟ بمجرد أن رفع عمرو بن العاص المصاحف على الرماح استسلم أولئك القوم واتهموا علي بن أبي طالب بالكفر. فإذا كان الأمر يستقيم بمبايعة هذه يدي للبيعة، وهذا وريد للموت يا مختار. لا أمان لأهل الكوفة، لا تضيع ابن رسول الله. أنا لست موافقا على دعوة الحسين إلى الكوفة،
لكن مخالفتي لم تجد نفعا، والحسين عازم على المجيء. أترضى حميتك ألا تنصر سبط رسول الله يا أبا الحديد؟ إن لم تنصره فأنا أستأذن. أنا خجل أن أخيب أملك، وأقسم بالله لو كان لي بوفاء أولئك القوم مثقال ذرة من الثقة لارتديت كفني وذهبت إلى الميدان لأغازل الموت، ولكن يا أسفاه، توبة الذئب موته. أنا بايعت الحسين بحكم من قلبي يا أبا الحديد، لا بحكم من عقلي. أجل، توبة الذئب موته، وهؤلاء قوم منافقون وناكثو عهود وليسوا أهل ثقة. أما أنت، ألا تعتقد أن الحسين على حق؟ أنا لا أنكر حقانية الحسين يا أبا إسحاق. حسنا أبا الحديد، إذا سئلت يوم الحشر لما لم تنصر الحق، بماذا تجيب وقد فات الأوان يا أبا الحديد؟ يوم لا تزر وازرة وزر أخرى، الكوفي يحاسب بعمله وأنت بعملك، والخيار لك. إلى أين يا أبا إسحاق؟ أتذهب ولم تأخذ البيعة معك؟ أنا ممتن لك يا أبا إسحاق، لقد أيقظتني من غفلة كانت قد شغلتني كثيرا بالزرع والدار. اهلا وسهلا بالمختار، ما الاخبار؟ كل المحاسبات والتخمينات باءت بالفشل. لقد جاء ابن مرجان متنكرا بزي الحسين بن علي بلا جيش وعده، ودخل قصر الاماره وتوعد الناكثين لبيعه يزيد، وهددهم بعقاب اليم وسبي نسائهم، وكان ميثم التمار أول صيده، فقد قتله شر قتله، والكوفيون يتفرجون ولم ينبسوا ببنت شفا. لقد احتل ابن زياد الكوفة يا كيان، لذلك حذر أصدقائنا ألا تغرهم مواعيد أهل الكوفة. لقد دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة بكل سهولة، معتمدا على خوف أهلها وجهلهم، وما حدث لميثم التمار شاهد على أن أهل الكوفة لن يتغيروا وسيبقون طعما للخداع. وما فعلته أنت يا أبا إسحاق؟ قمت بما هو نافع يا كيان، فشعرة من هؤلاء أبناء الصحراء تعادل الآلاف من هؤلاء الكوفيين. أمر ابن زياد عمر بن سعد على أن يجمع جيشا يهجم به على الري. يحمل على الري أم على الكوفة؟ ظاهر الأمر الري، لكن ما وراء الظاهر فهو حدسك الصحيح. ابن مرجان يخدع عمر بوسوسة حكم الري. في النهاية سيجن ابن سعد بوهم الحكم على الري. هل اكتشفوا أمر مسلم بن عقيل؟ لا أعتقد، على الأقل حتى الآن. بمجرد أن يثبت ابن مرجان أقدامه فسوف يتعقب أثر مسلم. أستبعد أن يكون ابن مرجان غير عالم بوجود مسلم في الكوفة. كيف؟ لا أعرف كيف يا صديقي، لكن الاحتمال لا يبعد ذلك أبدا، ولهذا بلغ أصدقائنا لأخذ الحذر والحيطة في أمر مسلم، لأن ابن زياد مخادع ماكر
أما رأيت كيف انتحل شخصية الحسين ودخل إلى الكوفة بكل سهولة؟ إنه قادر على أن ينفذ بجواسيسه في حلقتنا فيكشف مكان مسلم. على جماعتنا أن يغيروا مكان مسلم باستمرار، ولا ينبغي أن تطول إقامته في مكان واحد. قل للمختار ألا يغفل عن أمر العراقيين المحايدين، فليتحدث إليهم كي لا يكونوا في صفوف أعدائنا وأعداء دين الله، لأن عمر بن سعد مأمور بتقديم الذهب إلى كل هذه القبائل لتكون جيشا له. هؤلاء أبناء القبائل والدين ليس مترسخا فيهم، سجاياهم القبلية لا زالت قوية جدا. أنا أخشى أن يغرهم ابن سعد بالدراهم والدنانير. المختار لديه خبر آخر. نسمعك. أبو إسحاق كان قلق البال. قل ما لديك يا هذا، ما هي وصية أبي إسحاق؟ لما هو قلق؟ هو يخشى أن ينفذ جواسيس باسم الشيعة في حلقة موالين لأهل البيت، فيقتفي هؤلاء الجواسيس أثر اختفاء مسلم، وأوصاني أن أبلغكم بأن تغيروا محل إقامته وألا يقيم في مكان واحد. المختار متشائم ذاتيا ويعتقد بأن لا يثق المرء حتى بأقرب إنسان إليه، وهل نحن في غفلة من أمرنا يا كيان حتى لا نعرف الصديق من العدو فنقع ضحية الخداع؟ لا تمتعد هكذا يا سليمان. أبو إسحاق رجل كيس بعيد الرؤية ووصيته في محلها. ابن زياد الذي دخل الكوفة بالمكر والخداع يستطيع أن يرسل رجاله لينفذ فينا فظائع الحيل. يا عزيزي هاني، إن سيد مسلم إذا أقام في مكان غير بيتك فسوف تتعثر علينا زيارته، وإن مرضك لحجة مناسبة لكي يأتي الإخوان لعيادتك من دون شكوك حولهم. أيها الإخوة، وصية المختار لها معناها، والحيطة والحذر شرطا العقل. والآن وبما أننا قد كتب علينا أن نعيش في التخفي، فالأفضل ألا نترك للغرباء منفذا. من الحيطة ألا يطلع أحد على أسرارنا، وإلا أصبحنا هدفا سهلا لهم، فالجواسيس في كل مكان. ابن حريث. نعم أيها الأمير. هل هانئ مريض حقا، أم أنه يتحجج كي لا يأتي لزيارتنا؟ أجل، مريض حقا، وأنا عدته بنفسي فوجدته يحترق بنار الحمى. عجبا. إذن نحن نذهب لعيادته. تذهب لعيادة الأعداء؟ عيادة المريض سنة حسنة يا غبي، وعيادة العدو المريض ثوابها مضاعف. هل سمعت يا ابن عقيل؟ هل سمعت ما حدث هذا اليوم؟ سمعت وصية ولد العاق ابن مرجان؟ سوف يأتي الليلة لعيادتي، والله هذه عيادة الشيطان لي. يأتي ليجلب رضاية القوم ويجعل مني أضحوقة ليسخر مني أمام الجميع، وهذه الفرصة السانحة لكي نقضي عليه ثم نتخلص من شروره إلى الأبد. ماذا نفعل يا شيخ؟ وإن كنت لا أرغب في قتل هذا الشيطان في بيتي، ولا أريد أن يلحقني عار قتل الضيف، ماء وجهي فداء لشعرة واحدة من رأس الحسين. هل أنت مستعد لقتل ابن مرجانة؟ كيف يكون ذلك يا شيخ؟ تكون في الخادعة هذه وتقبض على سيفك مسلطا، وعندما تسمعني أطلب ماء تخرج لتقضي عليه بضربة واحدة. Thank you.
أخذ مني هذا المرض فأضعفني، وإلا لقضيت عليه بيدي. إن بقاء هذا الماكر الفاسد يعني تكرار نفس اللعبة التي قصمت ظهر علي في صفين، يعني إفشال محاولاتنا لإقامة دولة الحق. أقسم بالله ما جاء ابن زياد للكوفة إلا ليجعلها مقتلا للحسين. العار لكم، العار لكم، هل تشهرون السيف على ضيفكم يا ابن عقيل؟ لقد ذهبت، ذهبت بماء وجه عمك علي لم يكن يهاجم عدوه غفلة وغدرا وغيلا، لم يكن يقتل غفلة وغدرا وغيلا. الماء، الماء، أسقنيها وإن كانت بها نفسي. لعل مسلما قد اختفى تحته، ابحثوا عنه جيدا. انهض يا هادي، لقد انكشف عبد الدين. يا اسود مدحج ارجوكم اسمعوني. يبدو ان ساكني هذه القصور قد سمعوا صيحاتكم. انتم ايها المغتصبون، اطلقوا سراح هانئ والا سنهدم هذا القصر على رؤوسكم. انا لا املك الا الجهاد، لكن ارى القيام من اجل هانئ واجبا على باقي الشيعة.
عزمة هانئ تحتم علينا ألا نقف متفرجين على ما يحصل لهم من ظلم. اليوم جئنا لنصرة أخينا المؤمن والموالي هاني ابن عروة، ونحن نقول للمتمسكين والمتشبثين بكرسي السلطان أن يتركوا الأمور لأهلها، فوالله لا ولاية لهم عليكم. أسرع يا كيان، هيا أسرع، اذهب على الفور إلى سليمان وقل له يا شيخنا المختار يسلم عليك ويقبل يديك ويرجوك ألا تسكت، فلو سمع العدو بتفرقنا تكون تلك كارثة ما بعدها كارثة. وقل لمسلم أن يقنع سليمان وأنصاره بأي وجه من الوجوه ليشاركوا في القيام، فالسكوت في هذه الظروف يعني الرضا بموت الشيعة. هيا يا كيان هيا. أنا وجيشي بإذن الله سوف نصل غدا إلى الكوفة، إلى اللقاء.